أمينة شلباية تخوض تجربة التمثيل لأول مرة، حمست الجمهور لمشاركتها في فيلم سينمائي مميز، كشفت كواليس العمل وتفاصيل الدور الذي ستقدمه. أعلنت الإعلامية أمينة شلباية مشاركتها في فيلم ليه تعيشها لوحدك، وأكدت سعادتها وحماسها لهذه التجربة، خاصة وأنها تعتبر أول تجربة فنية لها. أمينة شلباية اعتذرت عن المشاركة في العديد من الأعمال الفنية، لكن شخصية فريدة التي ستقدمها ضمن أحداث العمل نالت إعجابها وجعلتها تقبل المشاركة في هذا العمل. نشرت أمينة البوستر الخاص بها عبر إنستغرام، وظهرت وهي ترتدي ملابس بيضاء أنيقة تناسب الدور الذي ستقدمه. محبو أمينة شلباية تحمسوا لهذه التجربة وأكدوا على حماسهم لمشاهدتها لأول مرة كممثلة. فيلم ليه تعيشها لوحدك سيشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤى شنوحة. قصة الفيلم تدور في إطار إنساني بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها. أمينة شلباية بعيدة هذه الفترة عن التقديم التلفزيوني، واقتصر ظهورها خلال الأشهر الماضية على فيديوهات تقوم بنشرها على منصات السوشيال ميديا.